مدام فريدة؟ أي اتفضلي معايا. مدام سليفة عندها شقة في اسكندرية في سبورتنج، قاعدة فيها دلوقتي، من امبارح ما خرجتش. ويلي يا نهى، لو جوزك اختفى فجأة وغلقتي المباحث والبوليس وهم قلبين على الدنيا، انت هتعملي ايه بقى؟ هنزل ادور عليه في كل حتة زي المجنونة اكيد. شكرا يا نهى، ابعتي لي العنوان من فضلك. ايوه مصطفى، بقول لك ايه، بنسبة 99.9% شريف عفيفي في بيت مراته سلافة في اسكندرية. عايزك تبلغ المباحث وتبلغ حجازي يجمع طقم الصحفيين بتوعه ويستنوه تحت البيت عشان يزفوه. هبعتلك العنوان بس ما تتحركش غير لما ابلغك. سلام يا مصطفى. هو احنا رايحين فين؟ اسكندريه. ليه؟ ليه دي هتعرفي اجابتها بعد حوالي ساعتين لما نوصل باذن الله. الفتره الجايه لازم نتوسع. النمر هو الكائن الوحيد اللي بيفضل باصص في عين خصمه في عز معركته حتى لو كان بيموت، وهو ده اللي انا عايزه منكم، تثبتوا عينيكم على حاجه واحده بس، هي الهدف. هدفكم ايه؟ الو سليمان بيه، ممكن نتقابل؟ معقولة قبلك يومين ورا بعض؟ الحقيقة أنا واقعة في مشكلة جامدة أوي، وياريت لو حضرتك تساعدني عشان أقدر أسافر. أنا وعدتك إني هتصرف. أيوة بس بعد التطورات الجديدة اللي حصلت مش بعيد يتهموني بإزعاج السلطات وإني مشتركة مع شريف، ومش بعيد كمان الجامعة ترفدني. طب المطلوب؟ المطلوب ان حضرتك تتنازل عن المحضر. حضرتك عارف ان انا ماليش دعوه بالموضوع. بصي، دي مبيعات نسيمه دوت كوم الشهرين اللي فاتوا خسرنا 5,614,000 جنيه. ايوه، والمشكله دي حصلت بعد اختفاء شريف. مش بس شريف، طب حضرتك انت كمان. ايوه بس حضرتك عارف ان انا ما كنتش اعرف. عارف بس الضرر وقع خلاص، باستثناء الضرر المادي اللي ممكن يتعوض، الضرر المعنوي مستحيل يتعوض. ليه افضل مخلص لمراتي 50 سنة بعد ما ماتت، وفي الاخر جوزك يجي يتهمني في شرفي؟ ليه؟ انا بجد اسفه لحضرتك، انا مش عارفه اقول لك ايه. انا راجل عملي يا فريده زي ما انت عارفه، وزي ما انت عايزاني اخد خطوة واتنازل عن المحضر، انت كمان لازم تاخدي خطوة عشان تبدلي اعتباري. ايوه مش فاهمة المطلوب مني اعمل ايه. تعملي مؤتمر صحفي في الشركة تعتذري فيه وتقولي اللي حصل بالظبط. انا مش طالب حاجة كبيرة، انت هتقولي الحقيقة وهتردلي اعتباري، واعتقد اني استحق ده.